في الفترة اللي فاتت شفنا فنانين كتير جالهم فيروس كورونا، ومن ضمن الفنانين دول كان الفنان آسر ياسين اللي تعامل مع الفيروس بطريقة بسيطة جدا، وكان بينزل ستوريز كل يوم على السوشيال ميديا طول الوقت اللي كان عازل نفسه فيه. تعالوا نشوف مع بعض نزل ايه، ونشوف مين تاني كان مهتم بالسوشيال ميديا في الأسبوع اللي فات. النجم آسر ياسين نزل ستوري على الانستغرام بتاعه وهو على العجلة ومشغل أغنية جيمس بوند، وكان كاتب فوق الفيديو كورونا وإحنا بنفسحها. وده طبعا بعد ما آسر قرر إن هو يعزل نفسه لمدة 14 يوم بسبب إن هو حس إن هو عنده أعراض فيروس كورونا. النجم محمد هنيدي اللي معروف دايما انه بيحب يهزر مع صحابه على السوشيال ميديا نزل ستوري على الانستغرام وبين فيها ان هو بيتفرج على مسلسل ما وراء الطبيعة، وكان في الصورة علبة فشار وكتب سوري على الفشار، وده طبعا بسبب ان المخرج عمرو سلامة كان منزل بوست وقال فيه شوية نصايح للي هيتفرج على المسلسل اللي هو اخرجه، ومن ضمن النصايح دي ان الناس ما تتفرجش على المسلسل وهي بتاكل او بتشرب عشان يقدروا يركزوا في احداث المسلسل. النجم العالمي ماثيو بيري اللي هو واحد من ابطال المسلسل الناجح جدا فريندز كتب على تويتر وقال ان هم خلاص حددوا ميعاد حلقه فريندز الجديده لمارس اللي جاي، وقال انه واضح ان هي هتكون سنه هيكون مشغول جدا فيها، وقال قد ايه دي حاجه هو بيحبها جدا، وان ده بسبب ان الشركه المنتجه للمسلسل قررت ان هي تعمل حلقه استثنائيه اللي هيكون فيها كل ابطال المسلسل في شهر مارس اللي جاي. اشترك دلوقتي واتفرج على كل اللي نفسك فيه. واتشت ما تخليش حاجة تفوتك.